انا عشت واحد طرائف رجل الوداد، وانا كنت حابس في المرمى اللي حدا جمهور فريق الوداد البيضاوي، وحكم ديك الساعه كان الحكم العرجون خرج بطاقه حمراء اللاعب العلالي، وواحد من الجمهور هز كما تيقولوا بهذا المصطلح جنويه داز من حدايا، انا واقف ورا البوطو داز كيجري، انا بان لي الخيا، انا صحبته واش هو غادي للحكام، انا صحبته غادي اما فهمي اما سلامي، مشيت كنجري ضربته كما كيقولوا باللغه الدارجه، ضربته بالنص فهمتي، وطاح وعاد باش جاو البوليس شدوه. 30 عام ولا 35 عام ديال يعني كيف كنقولوا حنا ديال كره القدم، ما يمكنش تكون فيها ذكرى واحده، هي الاشياء اللي في الديربي هي معروفه عشناها. الا غنتكلمك انا على الديربي غنقول لك حاجه واحده، غنقول لك بان الديربي يعني تقريبا لعبت مباريات كثير، انا عندي يمكن رقم قياسي في مباريات ديال الديربي. الحاجه العقليه اللي كان عطينا الله هو انه كنا كنحسبوها وكانها مباراه ديال ثلاثه النقاط، يعني كنت مدخلينها لدماغنا وما نساوش، انا المسيرين عشنا معاهم بهذه المناسبه، استاذ رزاق بكور الله يرحمه، ولا اسماعيل الخطابي، ولا كاع الناس اللي عشنا معاهم علمونا على انه المباراه ديال الرجاء وديال الوداد ما كانوش كمدخلين فيها هذا العنصر ديال، وخير دير على ذلك، والسي حميد البرهامي راه شاهد على هذه القضيه هذه. كانت الديربي خليط ما بين جمهور الرجاء وما بين الوداد، ما عمر الجمهور ما كان مقسوم، كان المباريات كامله الديربي اللي لعبتهم انا كنلعب لعبناهم وحنا جمهور خليط ما بين الوداد وما بين الرجاء، وكيجيو في الشارع في سياره واحده، وكيجيو كيمشيو يتغداو، وملي كيستاري المباراه تيرجعوا ثاني بنفس الطريقه، مع كامل الاسف يعني ناس هما اللي داروا هاد المشكله، اللي هما اللي خلاو شويه ديال الحقد يكون. ما هو الحمد لله حتى الان العلاقات غتبقى دائما طيبه، عندنا علاقات طيبه مع رؤساء قدام في الرجاء، مع لاعبين، مع جمهور يعني، وغتبقى ان شاء الله، لانه علاش؟ هي غير في اصل هي غير رياضه، هو كره القدم سالت، فخر الدين سالة من الديربيات، ولكن الربح اللي ربحناه كبير، وهو ملي كنخرجوا دابا للشارع كنسلموا على رجاوي وعلى ودادي وعلى مكناسي وعلى فاسي، ولا يعني هذه كره القدم، ما خصش بنادم يكون معصب لواحد الدرجه على انك دير اعداء في المباريات، لان هذوك الاعداء من بعد غادي هما اللي غادي فهمتيني غادي تسالي كره القدم غادي تلقاهم. فانا نقدر نقول لك انا هذه نداء نوجهه للاعبين اللي كيلعبوا دابا، يلعبوا كره القدم وما تكونش عداوه. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as 3 mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans cette direction. Non non, 4 mecs, ils étaient 4. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.